نجري الآن جولة في مجمع إدلب في إدلب المدينة على امتحانات الشهد الثانوي العامي والأساسي. الحمد لله الأمور كمان راح جيدة، في التزام وتقيد بالتعليمات الامتحاني، هدوء كبير، نفسية الطلاب مرتاحة بسبب الهدنة. الحمد لله مديرية التربية أمنت كل الظروف المناسبة لنجاح هذه العملية الامتحانية. يتقدم لدينا أكثر من 18,000 طالب لهذه الشهادات، يوجد أكثر من 200 مركز امتحاني. أكملت المديرية كافة المستلزمات المطلوبة لإنجاح العملية التربوية. صعبين؟